يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حربا إسرائيلية عنيفة من داخل إسرائيل وفرنسا معا، واندلعت شرارات الخلاف من موقف ماكرون الذي اعتبر فيه الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي والتوقف عن تقديم الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة، موجها سهامه إلى نتنياهو الذي لم يستمع إلينا في موضوع وقف إطلاق النار، وهذا خطأ بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل غدا. يجب أن لا نطالب بوقف إطلاق النار ونحن نستمر في تسليح أطراف الحرب. ومجددا طرح الخلاف في اختتام أعمال القمة الفرنكوفونية التي استضافتها فرنسا، وتوافرت الفرصة لماكرون لتصحيح مقاله، وذلك بتأكيده أن الأسلحة التي تقدمها فرنسا لإسرائيل لا تستخدم في الحرب على غزة، واعتبر أنه من الضروري التحلي بالانسجام في المواقف، وبالتالي لا يمكن أن نطلب وقفا لإطلاق النار في غزة وفي الأسبوع الأخير في لبنان مع الاستمرار في توفير الأسلحة الحربية. لكن ماكرون كان يتوقع أن تثير تصريحاته حفيظة إسرائيل، لذا حرص على إعادة التأكيد بأن باريس تطالب بالإفراج عن الرهائن وأنها تقف إلى جانب إسرائيل في المحافظة على أمنها. La France, au-delà de ce message de solidarité et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. وما كان كلام ماكرون ليمر من غير رد من نتنياهو الذي سارع إلى شن هجوم عنيف على ماكرون، وقال بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف إلى جانب إسرائيل. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. ولأن أزمة حادة لاحت في الأفق، فقد سارع قصر الإليزي إلى توضيح جاء فيه أن فرنسا صديقة لإسرائيل لا تتزعزع، وأبدأ أسفه لما صدر عن نتنياهو معتبرا أنه مغال في رد فعله. ولم يتوقف رد الفعل على نتنياهو وحده، بل انضم إليه المجلس التنفيذي للمؤسسات اليهودية في فرنسا المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل، الذي أعرب عن أسفه العميق لتصريحات ماكرون معتبرا أن دعوة لحرمان إسرائيل من السلاح تخدم حزب الله وحماس. كذلك صدرت تصريحات مماثلة عن شخصيات يهودية وغير يهودية داعمة لإسرائيل.